بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. درس اليوم هو درس عن بي او اس. تمام. طبعا التوزيع هذا اللي سويت له مراجعه قبل، لكن بما اني عجبت التوزيع عدلت على بعض الاشياء الموجوده بالتوزيع علشان توافق فلسفتي، علشان يعني تكون قابل للاستخدام بشكل يومي. عموما التوزيع هذه ممكن يكون هذا اخر يوم لي معه. تمام. مو علشان انه مو بزين، لكن علشان انه ما ردلت سالب على القصاب. على قولتهم احنا عندنا مثل يقول ما ردلت سالب على القصاب. تمام. معناته انه انا راح ارجع لدبيا مهما صار. اوكي. لكن التخصيص بشكل عام هذا راح اخذه لدبيا. خلينا نشوف ايش سويت. طبعا توزيع ممتاز جدا، لكن الاشياء اللي ما عجبتهم بها هي مبنيه على بونتو، ولانه مبنيه على بونتو ما راح تحترم اللي هي موضوع البرمجيات الحره بشكل عام. لكن طبعا تقدر انت تتخطى هذه الفكره. اوكي. من الاشياء اللي سويتها اول حاجه هي اني نزلت مدير ملفات اسمه النيمو. تمام. هذا هو النيمو. اوكي. ليش؟ لانه بصراحه شكله ازين من الملف الافتراضي اللي هو هذا نايوتيلس. تمام. ناتلس. طبعا شكل ناتلس ولا بريال لو قارنا الاثنين ذولي مع بعض. اوكي. فتحت مثلا الفيديوز هنا راح تلاحظ مثلا الشريط اللي هنا يختلف لو فتحت هذا. اوكي. لاحظ عندي انه هذا الشريط شكله احسن من هذا. الشغله الثانيه انه اللي مع الجنب من هنا هذا يعطيك احصائيه للاستخدام زي ما انت شايف. تمام. بل من الاخر يعني البرنامج هذا اكثر بساطه واحسن شكل، لذلك انا قمت وحذفت اللي هو ناتلس واستخدمت نيمو. تمام. هذا هو النيمو. طبعا تستخدمه ولا حاجه يعني كيف تستخدمه. طبعا قاعد انسخ ملف هنا خلص ما ادري. اوكي. ممكن تفتح هنا تكتب sudo apt get install نيمو بالشكل هذا بس. هذه الفكره. لكن بعد ما انك تحذف اللي هو نتلس راح تلاحظ انه ما عندك امكانيه انك تستخدم سطح المكتب. اوكي. لو طلعت ودخلت بتحصل زر اليمين في سطح المكتب ما يشتغل. تمام. فانت كيف تحل الاشكاليه هذه؟ راح تروح الى برامج بدء التشغيل، تفتح اللي هو الاعدادات هنا، لا مو بهنا. اوكي. راح تكتب بالطرفيه برضو، هذه واحده من الاشكالات اللي واجهتها مو موجوده هذه. راح تكتب جنوم سيشن سيتنجز بالشكل هذا. اي سيتنجز يا مدير هذا انا حافظه هنا لو يبتل. وين راح؟ جنوم سيشن بروبرتيز عفوا. اوكي. طبعا انت ممكن تكتب عن طريق اللي هو رن، لكن حطيته هنا علشان تشوف بروبرتيز. انتر. هذا راح يفتح لك اللي هي برامج بدء التشغيل. في برامج التشغيل لازم تحط الامر هذا، تسوي اد، تكتب هنا نمو. اوكي. ثم تكتب الكماند نمو ناقص ان. تمام. ليش ناقص ان؟ علشان انه يشتغل بدون ما انه يفتح لك نمو نفسه. هنا ناقص ان ولا ناقص ام؟ اوكي ناقص ان. ليش؟ علشان يشتغل النمو كمدير صفحه المكتب بدون ما يفتح بوجهك. تمام. طبعا في شغله ثانيه من الشغلات اللي سويتها. وين راح؟ اوكي. في عندك اللي هو ليبر اوفيس غير موجود، فنزلت ليبر اوفيس. تمام. حذفت الثندر بيرد، ما يعجبنا الثندر بيرد اللي هو برنامج البريد، ركبت مكان اوفوليوشن، ركبت ابونتو 1 حق المزامنه. طبعا راح تلاحظ انه موجود هنا. تمام. سودو اد جيت انستول ابونتو 1 كلاينت وخلاص. تمام. طبعا محتاج اشرح لك كيف تنزل البرنامج. تمام. حذفت، عفوا نزلت ترانزميشن، هذا ترانزميشن حق التحميل التورنت. تمام. ايضا الترانزميشن فيه حركه جميله انك تحطه في بدء التشغيل. ليش؟ عشان لو عندك برنامج او حاجه تحمله طلعت ثم دخلت مره ثانيه الترانزميشن راح يتقفل، لكن لما تحط الامر هذا اللي هو ترانزميشن جي تي كي. تمام. خلنا نكتب لكم الامر علشان يكون واضح هنا. راح تكتب هنا التشغيل ترانزميشن اي ترانزميشن جي تي كي ناقص ام. اوكي. علشان يفتح بشكل مصغر اول ما يشتغل اللي هو النظام. تمام. وراح يكون هناك موجود بدون ما يزعجك. نفس الكلام على الابونتو 1. الابونتو 1 عشان يشتغل بدء التشغيل لازم تحط الامر هذا اللي هو يو 1 تمام ناقص سي. تمام. عشان يسوي كونتينيو ويشتغل. تمام. طيب طبعا هذا كنت استخدم الابونتو 1، لو تبي دروب بوكس بكيفك، لكن دروب بوكس انا بديت انسحب شوي شوي عنه. طيب من الحاجات ايضا الرزينتا وصلنا على اللي هو اف مالتي. هذا برنامج تحويل الصوتيات جدا ما اقدر استغني عنه. تمام. يحول فيديو من صيغه لصيغه، صوت من صيغه لصيغه. تمام. فوكس سكرين عشان اسجل، وهذا الفوكس سكرين هنا اللي هو الجوف سي فيو، هذا هو اللي يفتح الكام. تمام. عندك توما هوك، طبعا هذا برنامج ملتي ميديا بصراحه رائع جدا للي يحب يستخدم برامج تشغيل الموسيقى اي شيء. تمام. رهيب جدا، في ميزه انه يبحث في محركات بحث. تمام. في حاجات كالتالي، هذه البرامج غير حره. تمام. او طبعا هذا غير حر 100%، لكن هذول الاثنين ما ادري ايش موضوعهم. تمام. فيهم اشكاليه، السورس حقهم غير متوفر فعذفتهم، اللي هو بير سكيورتي ريل ران. خلنا اعطيكم خط كبير. تمام.
عشان لو واحد حاب انه يحذفه مستريح من الموضوع. انا مجرد شاكل الموضوع فقط لا غير، ما اعتقد مطور توزيع يسوي شيء، لكن ما ادري. اوكي ريموف هذا هو، اوكي هذا حذفته. طبعا هو مجرد كليم اي في حق سكانر، حط له واجهه رسوميه وحتى يعلق مو بزين. تمام هذا الماي ثيتر هذا حق الافلام حذفته اكيد، هذا راح احذفه وركبت مكانه قناش اللي هو مشغل البلاير. طبعا في عندك اللي هو بير ويلكم برضو غير حر فحذفته. طيب عشان تحط اللي هو النمو ياخذ سطح المكتب او يتحكم بسطح المكتب، اوكي لازم انك تسوي التالي. طبعا احنا عرفنا انه حطيناه تسجيل الدخول، لكن لو تحاول تحط ايقونه هنا او شيء نمو ما يسمح لك. كيف تقدر تسوي الشغله هذه؟ راح تضغط على كنترول عفوا الت اف 2، ثم راح تكتب هنا دي كيف دي كونف اديتور زي ما هو مكتوب هنا بالضبط. اوكي انتر، راح ادخل على اورج المنطقه هذه، ثم ادخل على نمو. اوكي راح تروح الى الديسكتوب تمام، وتحط علامة صح هنا. هي علامة صح غير موجودة، هذا يعني انه انت ما في زر يمين ما في، لكن لما تحط هنا راح يكون يشتغل عندك بزر يمين تمام. طيب اوكي ايش بعد؟ هذا حطنا مسطح مكتب جنوم ستارت اب سيشن بروتيز. اوكي هذا علشان الستارت اب. حذفت امبثي، الامبثي برنامج المحادثات في مشكلة هنا بالتوزيع هذه، ما ادري وش هي، ما اقدر اضيف حسابات. وطبعا بيجن اساسا هو المفضل عندي، لكن انا حصلت برنامج احب استخدم برنامج الافتراضي انه يكون فيه تعديلات او حاجات مهمه، فركبت البيجن. اوكي بشكل عام التوزيع جميله جدا، لكن موضوع انه ما تحترم البرمجيات الحره، تستخدم مستدعات ابونتو، فيها حاجات كثيره يعني غير حره صراحه، وايضا فيها شغله غير مستقره تمام مقارنه بالديبيان طبعا. لكن انت ممكن تستخدم بالمناسبه، هي ممتازه صراحه جدا، اهني اللي صلحها وان شاء الله اشوف توزيعه متقدمه. يلا نشوفكم ان شاء الله في درس جاي، ومع السلامه.